تحية طيبة مشاهدي قناة سامراء الفضائية وفقرة ما رأيك من برنامج سامراء الصباح. واليوم استطلعنا عن موضوع واللي هو هل تعتقد أن الإعلام يمثل صوت الناس؟ تعالوا معنا لنعرف آراء المواطنين بمحافظة بابل بهذا الموضوع. بالبداية أكو إعلاميين ويمثلون يعني الناس شخصيا وينقلون أحداث بصورة طبيعية، بس أكو إعلاميين يبتعدون عن الأحداث زين الإعلام بصورة يعني عامة، أنه إذا نتحدث عن الإعلام مو إعلاميين، أغلب القنوات تمثل صوت الناس وتنقل أحوالهم، بس شو اسمه الإصلاح ماكو يعني، بس تغيير ماكو، بس قاعد ينقلون الأحداث، التغيير أو الإصلاح لهاي المشاكل ماكو تقريبا. نعم. شيء قليل يمثلون صوت الناس على الأغلب. إعلام هادف يوصل صوت الفقراء، يوصل اكو برامج هواية بهذا الوقت يعني توصل صوت الفقراء، اكو إعلام مو هادف يعني اكو قنوات واكو برامج تؤدي للطائفية، تؤدي تخلق مشاكل بين الناس، فالإعلام يوصل صوت الناس إذا كان إعلام صادق. زين كيف تعتقد يعني النسبة الأكبر إنه الإعلام يمثل صوت الناس؟ إن اكو هسه بهذا الوقت الإعلام يوصل صوت الناس، يعني اكو فقراء هواية، اكو برامج تطلع حلوة هواية توصل صوت الناس، ساعد العالم، هيك اكو إعلاميين. تعتقد الإعلام يمثل صوت الناس؟ ما أعتقد يمثل صوت الناس. متى ما يكون الإعلام حر وما عليه قيود بذاك الوقت يقدر يمثل صوت الناس، ما دام مقيد ما يقدر يمثل صوت الناس الإعلام. يعني اليوم الإعلام مقيد ولهذا السبب ما يمثله؟ يعني حسب اعتقادي أنا بأن الإعلام عليه ضغوط، يعني أنت بصفتك إعلامي ما تقدر تتحدث بحريتك ولا تقدر وين ما تجي تصور، مو لو صح لو أنا غلطان، فما دام أنت عليه قيود أنت ما تقدر تمثل صوت الناس، لأن آراء الناس مختلفة، أكو بيها آراء يعني احتمال انت ما تتقبلها اني ما اتقبلها، فاراء الناس مختلفه، انت ما دام عليك قيود ما تقدر تمثل اراء الناس. اذا هذه القيود هي اللي خلت الاعلام انه حسب اعتقادي هي هاي القيود اللي ما خلت الاعلام يمثل صوت الناس. المواطن العراقي شلون يعبر عن هذا الشيء؟ هو من خلال الإعلام. هذا الإعلام يمثل صوت الناس. طبعا يمثل صوت الناس. شيء أكيد يعني صورة واضحة قدام الناس، يعني توصل معاناة الناس، الكلام الناس ما مكشوف، شيء حلو. احنا مثل ما تقول نعاني من هذا الشيء على مود شيء ما مكشوف يكشف للناس. الى هنا مشاهدينا الكرام نصل واياكم الى ختام فقره ما رايك من برنامج سامراء الصباح. تقبلوا تحياتي، كان معكم في تقديم